مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على خرائط درجات الحرارة. بنلاحظ أن المناطق الجنوبية تتأثر بكتلة هوائية دافئة نسبيا، كذلك المناطق الغربية، لكن المناطق الشمالية تقريبا بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد، وبتكون واضحة أثناء الليل، بتكون بردتها واضحة، وبتكون الأجواء تميل إلى البرودة تقريبا، خاصة في المناطق الشمالية وأيضا المناطق الوسطى من المملكة. وبتستمر هذه الوضعية تقريبا يوم غد بشكل واضح، وأيضا ترتفع يوم الأربعاء لكن تعود وتنخفض يوم الخميس. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء صافية لكنها باردة نسبيا، درجة الحرارة الصغرى في الرياض 11 لكن درجة الحرارة الملموسة 8 درجات مئوية، إذن الأجواء باردة بشكل واضح في الرياض هذه الليلة. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء أجواء مشمسة لطيفة في النهار في الرياض، ودرجة الحرارة العظمى بحدود 24 لكنها تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى بحدود 12 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 26 والصغرى 12 لكن يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، أجواء لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى بحدود 23 والصغرى 11 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف مدن المملكة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة، إسكاكا وعرعر وتبوك أجواء مشمسة، العظمى في إسكاكا 21 والصغرى 7 وعرعر العظمى 19 والصغرى 7 وكذلك تبوك العظمى 21 والصغرى 6، إذن أجواء تقريبا لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا. أحوال الجوية المتوقعة في المدينة المنورة وجدة ومكة والطائف، أيضا أجواء مشمسة، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة ليلا، المدينة المنورة 29-17، جدة 32-19، ومكة المكرمة 32-18، الطائف 23-13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا بشكل عام، أيضا باردة نسبيا في الواحة، العظمى 18 والصغرى 11، أبها لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 22 العظمى والصغرى 12، جازان معتدلة في النهار واللطيفة ليلا، العظمى 31 والصغرى 26 درجة مئوية. المناطق الشرقية أيضا أجواء مشمسة بشكل عام، يتخللها ظهور بعض السحب أحيانا، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، في الدمام العظمى 25 والصغرى 14، حفر الباطن 23 العظمى والصغرى 13، في الإحساء العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها الرياض أجواء مشمسة بشكل عام، لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، حائل 23 العظمى والصغرى 6، بريدة 23 العظمى والصغرى 11، الرياض العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب.